عن طلحة ابن عبيد الله أن عربيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر الرأس، فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: الصلوات الخمس، إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الصيام. قال: شهر رمضان، إلا أن تتطوع شيئا. قال: أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة. قال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام. قال: والذي أكرمك، لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.